خلينا نشوف تقرير الحقيقة حول أنه امبارح مساء أمس يعني انطلق للمؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب. حبيبي أجمل حاجة في حياتي معرض الكتاب. أتذكر طفولتي، حقيقي طفولتي بمعنى الحرفي لكلمة طفولتي، لما كانت أمي ربنا يديها الصحة تاخدني أنا ومريم أختي علشان نروح معرض الكتاب. كان وقتها في أرض المعارض في الزمالك، وبعد كده انتقل إلى أرض المعارض بمدينة نصر زمان. أه والله، وكانت هي اللي تشجعنا ناخد بعضنا ونروح معرض الكتاب، وكانت هي اللي تقول لنا إن ميزانيتنا في الكتب مفتوح، يعني نجيب كتب بقد إيه مالكوش دعوة، هاتوا الكتب اللي انتوا عايزينها. فكانت تشجعنا جدا على القراية. شوف بقى المؤتمر الصحفي اتعمل فين؟ اتعمل في المسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، وشهد هذا المؤتمر الكشف عن أبرز ملامح الدورة 55، عدد الدول المشاركة، أهم الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية اللي هيشهدها المعرض السنة دي. معرض الكتاب الدولي في القاهرة واحد من أكبر وأهم المعارض على مستوى العالم، أقدر أقول لك بملو الفم أكبر وأهم معرض للكتاب في المنطقة بأسرها. شوفوا التقرير ده، وأرجوكوا مع انطلاق المعرض لازم تروح وتشتري وستجد ما يسرك، بس مش تشتري وتحتفظ في المكتبة، تشتري وتقرأ. طبعا يونس أكيد عامل ميزانية، ده يونس ممكن يكون واخد قرض عشان يطلع على معرض الكتاب. نشوف التقرير وبعدين فاصل ونرجع نكمل الكلام. اليوم نطلق الدورة 55. هذه الدورة التي أتطلع إلى أن تكون علامة فارقة في تاريخ معرض الكتاب بالقاهرة، حيث بذل الكثير من الجهد وسخرت الدولة المصرية إمكانتها تقديراً لمكانة الثقافة والكتاب. ومن هنا أتقدم بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة للمعرض، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكل المؤسسات المصرية شريكة النجاح. كما يتقدم اتحاد الناشطين العرب بكل التقدير والشكر للحكومة المصرية على قرارها الحكيم بضم اتحاد الناشطين العرب إلى اللجنة الإدارية العليا لتنظيم المعرض ممثلا في رئيس الاتحاد، كي يعبر عن وجهة نظر الناشطين العرب في مشاركتهم بمعرض القاهرة الدولي، يحققوا الفوائد المرجوة لهم في عرض إصداراتهم المتنوعة في شتى مجالات العلم والمعرفة. فقلما تنتهج المعارض العربية للكتب ذلك الفعل وتضم ممثلا عن الناشرين العرب في تنظيمها. كما يشكر اتحاد الناشرين العرب وزارة الثقافة ممثلة في معالي الوزيرة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني للدعم والمساندة للناشرين العرب في مشاركتهم بالمعرض من خلال توجيهاتها للقائمين على تنظيم المعرض الهيئة المصرية لعمل الكتاب بقيادة الأستاذ الدكتور أحمد بهي الدين العساسي الذي بذل جهودا كبيرة ومعه فريق العمل وخاصة اللجنة الإدارية العليا التي أتشرف بعضويتي بها والتي أسهمت بصورة كبيرة في حسن الإعداد والتنظيم لإقامة المعرض. في كل عام لدينا حرص كبير على أن يكون هناك الكثير من الجديد هذا العام. أولاً مشاركة النرويج، مملكة النرويج ضيف شرف، هو اختيار استثنائي، اختيار لتلاقي الشرق مع الغرب، لقاء الثقافة، حوار الحضارات، أيضاً أن يكون هناك مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية من أجل أن نضع فكرة صناعة المعرفة كيف يمكننا أن نستقبل بها العالم الرقمي الجديد. هذا أمر مهم للغاية، بالإضافة إلى احتفاء مهم بأقطاب الثقافة المصرية والعربية ممثلة في الاحتفاء بخمسينية طه حسين من خلال يوم كامل له، وكذلك تلاقي الاحتفاء بنازك الملائكة. أيضا هناك لقاءات فكرية متميزة مع أقطاب الثقافة المصرية والعربية والفكرية. لا أريد أن أنسى شيئا، لكن نحن أمام عشرات الفعاليات الجديدة، عشرات الشخصيات التي ستشارك البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. الاهتمام بالطفل أمر مهم للغاية، الاهتمام بالبرامج المهنية لمعرض الكتاب.
so the Norwegian books and the Norwegian authors that will be presented. طبعا عندنا عديد من المناقشات بين الكتاب النرويجيين اللي جايين مخصوص لمعرض الكتاب وهيتقابلوا مع كتاب مصريين، فهنا الجمهور المصري هيتعرف والعربي هيتعرف بشكل جيد جدا عن كتاب النرويج وكتب النرويج، بالاضافه الى ان في تعاون مع مكتبه اسكندريه كمان في بعض الأشياء. كمان في كتب كتير نشرت بالفعل في مصر من دار نشر مصرية وهتلاقوها موجودة في معرض الكتاب بشكل كبير. ديوان كمان هتبيع جزء كبير من الكتب اللي اترجمت already. Translated from Arabic, Norwegian to Arabic and have sold quite a lot actually in Egypt.